السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير يا بعد عمري. طبعا رجعنا لكم بحلقه ثانيه من برنامج مشهور تعبان. حلاوه حلاوه حلو يا مومو، حلاوه وطيب للي ياكل. لا لا بيبي لا، بعدين مو كل مواهبك نطلعهم. لا يا ابي فهودي، مو كل مواهبك نطلعهم، خلي اشوف المواهب شنو مثلا. شهد بس الشيخ الخبر. لا يا ابو فهودي، التشيخ اصلا انت شيخ بدون ما تجامل روحك، التشيخ فهودي الخبر. هاي وين راحت الهاي مالتي؟ هيانا هاي بخرتها هسه. اي عافيه، ثانك يو. ولو مو تاج احسك، بس قلت تاج واحس بروحي في ظلك اميره. واذا سالوني عنك ايه قلت شيخ ورخص الخاطرك كل العشيره. هسه شنو هذا الغزل التعبان؟ شنو هالغزل الخايس شهوده؟ شهوده شنو هالغزل الخايس من عندك هذا؟ يعني على اساس زوجي شوي شيء تغزلين بيه؟ احنا شنو شغل احنا؟ احنا شنو شغل بيك؟ ما تغزلين بيه بدون ما تصورين فيديوهات ستورياتك التعبانه. والله مصلي براسه 60 حرف. مو مصلي براسه 60 حرف، يعني حتى الصلاه سويتوا بيها مهزله؟ حتى الصلاه وين تروحون من ربكم انتم؟ بس قلوا مو مصلي براسه 60 حرف، حتى الصلاه سويتوا بها استهزاء؟ لعبت رواحتنا بهاي الكلمة والله العظيم، ترى لعبت رواحتنا، راح الشباب تطلع من الطريق من براكم والله. يوسف الحقيلي يعني ادفع اشتراك 35,000 و40,000 واشوف هاي الشكولات. انت من جاي ترقص غير تقدم شيء محتوى حلو كوميدي، ما يخالف انا وياك، انت ممثل كوميدي ما يخالف، مثل شيء كوميدي تحشيش حتى الناس تضحك وتستفاد من عندك. خامو تتمرقص لي، شنو مستفاد منك انا؟ تضحك نو بس صور روحك انت مشهور. اوه ابو توميري كاتهم مني، ابو توميراتكم مني، سفنو ميرياتكم مني. يلا بالله هذول ايش تحكي وياهم؟ انا هسه ايش احكي وياهم مثلا؟ اذا افتح الجهاز ويطلعوا لي ذولا ايش استفاد انا؟ أنا شو استفاد من عندهم؟ بس قل لي يعني اشتراك 40,000 حتى أشوف هاي الشكولات التعبانة. أبو توميراتكم مني قاتم منيشي سبنو مي جوزة جوزة لوزة 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 موزة 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 موزة. يا بي انت مال هوايش، مال طليانة سرحك بيهن، انت مو مال تيك توك ومو مال انترنت حبيبي، دجاجتك لقف ما تقدر راح. اسمع طلقني اريد ارتاح والغايب لكم، بس ابني يبقى وياي ما يبقى عندكم. يا ابو والله افتهمنا، ابنك يبقى وياك من كان عمره 10 سنين اسمع هذا الشعر، كافي لطشت بيه شهودة، كافي لعبت نفسي بهذا الشعر الخارق. ما طلقك لو موت لو مو رغبتك، اخذ عليك اثنين واخذ غرفتك. كل عقلك انت يا ابو افتهمنا، كل عقلك انت تريد تاخذ وخليك شوية نفط على الرأس وموت أبليك. افتهمنا يا ابو والله افتهمنا، لطشت بهذا الشعر شهودة، ما عندك انت بس هذا الشعر، توهدنا وسويت شاعره توهدنا تريد تاخذ وخليك. شوية نفط على الرأس وبموتي أبليك. بالعكس راح ارتاح، حسبالك اهتم، اخذ عليك اثنين وانت بجهنم. شنو مستفاد فهودي؟ شنو شغل احنا؟ تاخذ عليها اثنين ثلاثة اربعة، شو مستفادين من هاي الستوريات الخرا يا فهودي؟ احنا شنو شغل؟ الو جاي سوي؟ لا في حشيش. اتحداك تسبح بالزاهي صعدوني؟ يصعدوك 5000 والله مو مترضتك يصعدوك. يعني على مود لايكات وعلى مود متابعين تاكل حشيش؟ انا ما اعرف اعرف هذا اللي ياكل حشيش، الحيوان ياكل حشيش حبيبي، افتهم التيك توك غلط، مفتهم الطشه غلط، شنو تاكل حشيش على مود اللايكات؟ لا انه ملطخ روحه على مود، ملطخ روحه بزاهي على مود شنو لايكات؟ هي هيك هيك انت تصعد شلون ما كان؟ هي الناس هذا مجتمعنا يحب الشيء التافه، يحب الشيء طايح حظه، يعني واحد يسوي شغلات مو حلوه بالتواليت ويسوي شغلات ويقفط، الناس الصعده، الناس تحب التافه مثل هسه هذا. هسه هذا اللي يرقص التعبان الطايح حظه السرسري، هسه تقولوا لي انت تتنمر هواي وتحكي هواي، يعني شو استفاد هسه هذا الفيديو شفتوه بعينكم؟ استفادتوا من يده شيء؟ على العلم هو موصل 200,000 لايك، ليش تعطونا لايكات يا حبيبي؟ ليش تحبون الشيء التافه انتم؟
انا ما مضغوط، لا تقول مضغوط من شخص ومضغوط من مقهور من شيء وانت ما صاعد، انما هذا واقع حال العراق، اي واحد تعبان صعدوه. بس مو صوتك، صوتك بطاك لايكات وصعد قناتك ووصلك لهيك محتوى تافه يا تافه. ادري يا معود اسمع الكيو، بطلوا هاي سوالفكم الانتفاق، بطلوها هسه. كل ما يجي رمضان تعطونا مقالب انتفاق، كل ما يجي رمضان تعطونا انتفاق، تعطونا مقلب بحظ واقع حال العراق، شنو تعطونا كل انتفاق؟ ويا ريت مقلب برساله، مقلب كوميدي. بس افهمك اهدى استاذ ماجد، اوف اهدى اخي. ادري بابا تعطيني مجال تونا، صدقني اذا نزلت مقلب بهذه السنه برمضان الا اعتزل اني واحذف القناه وبيع الكاميرات واعتزل منه براك يا ابو الانتفاق. لان انتهت حلقتنا من برنامج مشهور تعبان، اذا عجبتكم اضغطونا لايك واشتركوا بالقناه ونورونا بتعليقاتكم، مع الف سلامه.